ناخد مشاركات جمهور الأهلي النهاردة على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، وكلامهم وتوقعاتهم عن تشكيل النادي الأهلي لمباراة اليوم أمام طنطا. نبتدي بأحمد علي عبد الرحمن، قال التشكيل قال تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، وفي خط الوسط حمدي فتحي، عمرو السولية، كهربا، أفشة، جونيور أجاي، وفي الهجوم أليو بادجي. أحمد مصطفى قال محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، حمدي فتحي، عمرو السولية، ديانج، أفشة، وليد سليمان، أليو بادجي. عمران محمد قال أي حد هيلعب إحنا وراه وبندعمه وبنسنده، تيشيرت الأهلي غالي، لازم اللي يلبسه يبقى كده كل الدعم للفريق ولإدارة النادي ومدير الفني سواء بقى او رحل. وده كلام مهم ومميز جدا في الحقيقه من عمران محمد، ان انت في كل الاحوال في ظهر ناديك النادي الاهلي، ايا كان مين اللي بيقود من خلال الاداره الفنيه للمباريات، او حتى مين اللعيبه اللي هتشارك في هذه المباراه. في الاول وفي الاخر انت بتلعب باسم كيان كبير جدا هو النادي الاهلي.